وإلى العراق، حيث كشفت وزارة الدفاع العراقية عن توقيع عقود مع الولايات المتحدة وفرنسا لاستيراد أسلحة متطورة، وتشمل العقود تعزيز سلاح المدفعية خاصة ذات المدى البعيد التي تستهدف العدو بعد أن أثبتت فعاليتها في معارك الجيش العراقي ضد داعش. وللمزيد ينضم إلينا من بغداد مراسلنا حيدر الأسدي. حيدر، ماذا في تفاصيل هذه العقود والأسلحة المتطورة؟ نعم، هذه العقود كشفت عنها وزارة الدفاع العراقية، وبالتحديد صنف المدفعية. تتركز حول تطوير صنف المدفعية العراقية بما يتيح للعراق امتلاك مدفعية ذات الذراع الطويل وذات المديات الأبعد في استهداف نقاط العدو، كما وصفه بيان وزارة الدفاع العراقية، على اعتبار أن هذه الأسلحة المتطورة، المدافع المتطورة، هي أكثر دقة في إصابة أهداف متعلقة بمخابئ لعناصر تنظيم داعش، أكثر دقة من البندقية وأكثر دقة من الطائرات، وبالتالي باتت الحاجة ملحة بالنسبة للقوات المسلحة العراقية لامتلاك مثل هذه المدافع التي سوف يكون تجهيزها من قبل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا سوف يتيح للصنف المدفعية العراقي وبالتحديد الجيش العراقي تحقيق أغلبية أو كثافة نيران باتجاه مواقع عناصر التنظيم أو المخابئ داخل مناطق بعيدة كالصحراء وبعض المخابئ في المناطق الوعرة وخصوصا في الجبال، وبالتالي هذه الأسلحة المتطورة يمكن القول بأنها سوف تصل إلى العراق تباعا حسب بنود العقود المبرمة بين بغداد وباريس وواشنطن. شكرا لك مراسلنا حيدر الأسدي، كان معنا من بغداد.